أعلن معالي الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري عن إطلاق بوليصة التأمين على حساب الضمان لمشاريع البيع على الخريطة لتكون الأول من نوعها في المنطقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمؤسسة التنظيم العقاري، حيث أوضح الشيخ سلمان أن بوليصة التأمين ستطرحها مؤسسة سويسري للتأمين، مؤكدا أن البوليصة التأمينية ستعزز الثقة في البيئة التنظيمية الجديدة للقطاع العقاري ككل في المملكة. كما أكد الشيخ سلمان بأن هذا الإجراء سيوفر حماية أقوى للمشترين والمستثمرين ويؤمن حقوق جميع الأطراف، وبالتالي سيحسن من إدارة تمويل المطورين العقاريين وفعالية عدد من المؤسسات بما في ذلك مؤسسة التنظيم العقاري. وبعد إطلاق البوليصة التأمينية سيتوجب على مطوري مشاريع البيع على الخريطة استيفاء المتطلبات التنظيمية الجديدة، وذلك باختيار إيداع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع أو تقديم ضمان بنكي أو عن طريق بوليصة التأمين على حساب الضمان. حقيقة سعداء اليوم من إطلاق بوليصة التأمين على حساب الضمان. بوليصة التأمين تأتي من ضمن مبادرة مؤسسة التنظيم العقاري في إيجاد أفضل الحلول والممارسات على مستوى العالم لتأمين المشاريع القائمة والمشاريع قيد التنفيذ اللي بتعلق البيع على الخارطة. وإحنا وجدنا أن هناك بعض الممارسات تقدمها أفضل الدول بإيجاد بوليصة التأمين على حساب الضمان. والبوليصة اليوم أعلن عنها مع شركة سويسري وجمعية التأمين البحرينية، راح تقدم هذه الخدمة إلى وجود بعد حساب الضمان وجود المبالغ النقدية أو البنك جارنتي. فعند أمام المطور ثلاث خيارات، ممكن الاختيار في أحد هذه الثلاث خيارات. إحنا بالنسبة لنا يعني ذي الخطوة رحبنا فيها من البداية، لأن في الأخير لها يعني مثل ما تقول محورين. المحور أن نكون طرف في بادرة جديدة تطمن المستثمر أنه في الأخير بعد التجارب اللي مرت عليه مستقبلاً أن هناك من يحمي، بالذات حماية المستهلك. من جهة ثانية قد تفتح باب عمل لمنتجات مختلفة عن اللي عادة نبيعها، ومثل ذي المنتجات مطلوب فيها خبرة، وهذه إن شاء الله بتكون بادرة جيدة بالنسبة لنا. بس إحنا جداً متفائلين بالمشروع.